أسئلة مهمة لازم تسألوها لبعض في فترة الخطوبة. اليوم رح نحكي بشكل مباشر عن الأسئلة اللي لازم تسألوها لبعض حتى تكون الرؤية واضحة عن كل شخص فيكم وعن شخصيتكم، وهل أنتم متوافقين مع بعض أو لا. فشو هاي الأسئلة؟ تعالوا أحكي لكم إياها. شو مفهومك عن الزواج؟ هذا السؤال رح يحدد كتير كويس كيف كل شخص فيكم بيشوف الزواج وقديش هو مهم إله، وهل هو مشروع مشترك بين بعض من خلال حياتكم ولا امتلاك وتحكم ولازم تنفذي كلامي أو شروطي. هلأ أكيد ما رح ينحكى بصريح العبارة، لكن بتقدروا تستشفوا من خلال الكلام والتعبير. وعموما هذا السؤال رح يحدد ويوضح كتير أشياء حول إذا كان هذا الشخص مناسب أو لا. شو طموحك ورؤيتك للمستقبل؟ أهم شيء في فترة الخطوبة إنك تسأل شريك حياتك المستقبلي عن طموحاته ورؤيته للمستقبل، وهل أصلاً عنده طموح ولا بس راضي باللي هو فيه هلأ؟ وإذا في طموحات، هل هاي الطموحات أكبر من إمكانياته بيرسمها في الهواء؟ هذا السؤال رح يخليك تعرف طبيعة الشخص اللي قدامك. كيف علاقتك باللي حواليك؟ مهم جداً جداً إنك تعرف انطباع الشخص من خلال اللي حواليه، وهل هو شخص محبوب وبيحب الناس ولا بينفر منهم وبينفروا منه. علاقته بأهله وانطباعه عنهم رح يفسر كتير عن الشخصية، وهل هو مقبول وقريب من الناس. كيف تقضي وقت فراغ؟ شو هي هواياتك؟ واحد من أهم الأسئلة اللي ممكن تطرحها في فترة الخطوبة السؤال عن كيف تقضي وقت فراغك. لازم يكون في هواية تنعمل وقت الفراغ مهما كانت، حتى لو بجمع طوابع أو بزرع نباتات عند الشباك، لكن اللي بيخوف عن جد إنه ما يكون عنده هوايات بالمرة، خصوصا إذا كنت أنت شخص نشيط فهذا ما راح يناسبك بالمرة. شو هي الصفات اللي بتحب إنها تكون موجودة في شريك حياتك؟ وهذا السؤال من أهم الأسئلة كمان في فترة الخطوبة، وهي بتحدد الأساس اللي رح يكون عليه الشريك في حياته. اسألها واسألي شو الصفات اللي بتحب تكون فيه، وهيك ببين معكم إذا أنتوا موجودة فيكم هاي الصفات أو لا. شو رح يصير إذا تعارضت وجهات النظر خلال الزواج؟ هذا سؤال مهم جدا في فترة الخطوبة، لأنه بيبين كيف بيتعامل الشريك الحياة المستقبلي مع اختلافات وجهات النظر. هل بيحترمها؟ هل بيناقشها بشكل موضوعي؟ ولا بيحاول السيطرة وفرض الرأي؟ حتى لو بالابتزاز العاطفي أو بيستخدم شعار المركب لازم تمشي. شو رأيك في خلفة الأطفال؟ النقطة مهمة في فترة الخطوبة واللي لازم ينحكى فيها هي هل بدنا نخلف أطفال مباشرة وعندك هاي اللهفة؟ ولا نستنى ونأجل؟ ولا ما بتحب من الأساس إنه نخلف؟ وهاي النقطة مهمة جدا وجوهرية ولازم تتناقشوا فيها قبل الزواج. شو قرارك إذا صح لك فرصة شغل أفضل برا البلد؟ هذا السؤال بيوضح كيف الواحد فيكم بيتطلع على طموحاته. فترة الخطوبة هي فترة مهمة، وهي اللي بتحدد الشخصية وبتحدد وين ميوله واتجاهاته للشخص. من خلال هاي الأشياء بتقدر تلاقي أرضية مشتركة عشان تتعاملوا مع بعض وتلاقوا التناغم بيناتكم. عشان هيك ما تضيعوا هاي الفترة واستغلوها انكم تعرفوا بعض اكتر، لانها فرصتكم الوحيدة المتوفرة في هاي اللحظة.